الله الرحمن الرحيم. دكتور مؤمن معاذ، استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة بالوادي الجديد. مؤتمر كارديو أليكس من أهم المؤتمرات المصرية والدولية، وإحنا بنحضره كل سنة، وبيقدم الجديد في كل مجال أمراض القلب. بنشكر الدكتور محمد صبحي وإدارة المؤتمر وفريق العمل على إخراج هذا المؤتمر الرائع، ونتمنى التوفيق للمؤتمر ولجميع الأطباء والزملاء اللي مشاركين معنا في المؤتمر.